السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جينا فيديو جديد من قناه طيور احمد بدوي. النهارده ان شاء الله هنتكلم على موضوع الاسهال عند الماعز. وزي ما وعدتكم في الفيديوهات اللي فاتت كل مشكله هتحصل معانا ان شاء الله في الماعز هنطلع نعرض عنها. اذا كانت مشكله كبيره وكل الغواية عارفينها هنتكلم عنها برضو، واذا كانت مشكلة صغيرة ومحدش يعرفها خالص برضو هنتكلم عنها، عشان لو هو الموضوع بسيط معظم الناس عارفاه، في ناس لسه جديدة معانا في مجال الماعز ممكن متعرفش بعض المعلومات وممكن يكون المعلومات عندها صفر. وطبعا ممكن تكون المعلومة بسيطة وعند الناس كلها وكل الغواية عارفينها، يبقى عايزين الناس كلها تستفاد ان شاء الله. وباذن الله كل ما هو جديد ان شاء الله هنقوله في القناه بتاعتنا عن الماعز. طبعا هنتكلم على موضوع الاسهال، سهل وبسيط وموضوع بيتحل 9 جنيه وبيتحل وقتي. تمام؟ ايه هو؟ شريط البرشام اللي ظاهر معانا دلوقتي. شريط البرشام ده بتاع الاسهال اللي هو الاخضر، بيتباع في الصيدليه البشري. طيب ده بيتاخد ازاي يا عم احمد؟ هقول لك ده بيتاخد ازاي. ده لو حته صغيره لسه مثلا بترضع او لسه مفتومه هندي برشامتين مره واحده. تمام؟ لو الاسهال ما وقفش، بس هو 90% الاسهال وقف من اول برشامتين، لو ما وقفش بعد 12 ساعه هدي برشامتين تاني. تمام؟ طيب لو حته كبيره وبترضع مثلا او عشر، ده طبعا ملوش اي اضرار ان شاء الله ولا على العشر ولا بترضع اللي انا مجربه على الحاجه اللي عندي. لو حتة كبيرة هدي 3 برشامات مرة واحدة، 3 برشامات فوقها مرة واحدة. تمام؟ لو ما وقفش تاني يوم الصبح او بعد 12 ساعة بدي 3 تاني. فالعملية هنا بتقف معايا، زي ما احنا شايفين معانا المعزة عندها اسهال اهي صغيرة البور. تمام؟ ودي طبعا انا اديتها برشامتين والحمد لله الاسهال ابتدى يقف زي ما احنا شايفين. وبرده كان في عندي معزة كبيرة كان عندها برده الموضوع ده واديتها 3 برشامات ووقفت عندها الاسهال. طيب البرشام ده بتاع ايه؟ البرشام ده بيقتل كل البكتيريا اللي مسببه الاسهال. تمام؟ يعني البكتيريا اللي بتعمل اسهال او الطفيلات اللي بتعمل اسهال هو البرشام ده بيقتلها على طول، فاصبح مفيش بكتيريا اللي بتعمل اسهال، فهنا الاسهال بيقف على طول. تمام؟ وان شاء الله برضو موضوع الامساك هنعمل له فيديو تاني عشان نعرف الاسباب بتاع الامساك ايه. تمام؟ وهنخصص له فيديو ان شاء الله. كل المعلومات ان شاء الله عن الماعز حتى لو كانت صغيره هنتكلم عنها.